بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى تمسك بكم، أمنا من لجأ إليكم، السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين، يا رحمة الله الواسعة ويا عليك وعلى أمك المظلومة فاطمة المعفى قبرها فاطمة. يا ليتنا كنا معكم ونهتدي بهداكم فنفوز فوزا عظيما. أتت ترجو بمدمعها الهمول رويدا حامل نعش البتول. أتت زينب ترجو بمدمعها الهمول رويدا رويدا حامل نعش البتول. أريد وداع أمي إن تسمحوا لي ووحدي مع جنازتها اتركوني. دعوني عند نعش الأم وحدي لأخبرها بآلامي ووجدي. أوسد قرب كسر الضلع خدي وأرجوها بألا تتركيني. عزيزتك الصغيرة يا عظيمة إليك تبث شكواها الأليمة. أصدقا صرت يا أمي يتيما، ألا يا ليتها عميت عيوني. كأني بالوصي أتى إليها كوالدة هوى يحنون عليها. مدامعه جرت في وجنتيها فنادت والندى مزج الأنين. ماذا قالت زينب؟ أبي قد عاقبوها دون جرمي، لماذا هشموا أضلاع أمي، لماذا ألبسوني ثوب يتمي. جرعت بفقدها كأس المنون. يا بويا الباب عدل، أنا مالي قلب يا بويا الصدر. حيدر يا عديل الروح شيل الباب
عنها الدار هذا الكسر ضلعمنا وشفت الكسر يا كرار شلون اتهنى بالدنيا يا وعيني تنظر المسمار وراها وراها كل آهل تجر قلبي وراها يا بويا اشقد مشتاق اشوف امي وراها انا اتمني ترجع طفل واركض وراها وراها وتيه وتسأل الوادم علي اي والله وتيه وتسأل الوادم علي يا بويا كانت تأكلنا بديها يا بويا كانت تأكلنا بديها تالي الرمل شو مسوي بيها هيهات هيهات الملاقة يا يما بعد هيهات يعود الغايب ويرجع المات لو كان البجي يرجع ليموتون أنا لبكي عليكم وعمي هاي العيون يا عزاز قلبي وين تردون الأمر والمرجع لله إنا لله وإنا إليه راجعون من أجل تعجيل فرج مولانا وصاحب زماننا لحفظ وجوده الشريف رحم الله من رفع صوته بذكر الصلاة على محمد وآل محمد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وفي آية أخرى بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون كثير من الآيات القرآنية جاءت وحثت على العلم والتعلم وربطت العلم بالعقل مثلا في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون هنالك ربط بين العقل والعلم إمامنا أمير المؤمنين يقول إن الله خلق الملائكة من عقل دون شهوة الذي ميز بالعقل عن جميع مخلوقات الله هو الإنسان لذلك تجد الإنسان عنده حضارة غير المخلوقات وإن كانت أمم أمثالنا كما يقول القرآن ولكن لا حضارة لها لأن لا عقل لها لا تستفيد من التجارب فتطور نفسها يقول إمامنا أمير المؤمنين إن الله خلق الملائكة من عقل دون شهوة من هنا نفهم لماذا لا يعصون الله ما أمرهم مجبورون على نحو الجبر بالعصمة مش مثل الإنسان الإنسان مختار بالعصمة هذا اللي يفرق الإنسان عن الملائكة بالعصمة لأن لا شهوة له ذلك الملك طيب بعد وخلق البهائم كرمنا وكرمكم الله من شهوة دون عقل بهائم ما عندهم عقل وخلق الإنسان من شهوة وعقل فمن غلب عقله شهوته كان أفضل من الملائكة للملائكة لا شهوة عنده حتى تجره إليها وإنما هنالك حبل واحد وهو حبل العقل كذلك البهائم لها حبل واحد وهو حبل الشهوة أما الإنسان له حبلان حبل شهوة وحبل عقل
فمن غلب عقله شهوته كان أفضل من الملائكة، ومن غلبت شهوته عقله كان أضل من البهائم. وذلك قول الله تعالى، شوف القرآن ماذا يقول: أولئك كالأنعام بل هم أضل. لأن هذا عنده عقل، يا بلا تبوق، لا تسرق، ما يخالف يلا، لا تنصب على الناس، ما يخالف يلا. العقل يقول له لا تسرق، العقل يقول له لا تنصب، لا ترتشي، الشهوة تقول ارتشي اسرق، فتأخذه الشهوة إلى مكانها. لذلك هو كان، أما البهيمة لا، لا يقول، لا عنده عقل أصلا حتى يقول له لا تفعل هكذا. طيب، إذن القرآن حثت الآيات الكثيرة على العلم، على التعلم. بعض الآيات القرآنية تقول لماذا الله سبحانه وتعالى يقرر شيء نحن نعرفه؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ نقول أيها القرآن، نحن نعلم أن العالم هو غير الجاهل وهو أفضل منه، ليش تقول هذه الآية؟ يقول لك القرآن في بعض الآيات أؤكد فطرة الإنسان السليمة، لأن فطرة الإنسان من أول ما يخلق هي سليمة، قد تتلوث بتلوثات اجتماعية. مثل النبي صلى الله عليه وآله: صلوا عليه وآله بأعلى أصواتكم، اللهم صل على محمد وآل محمد. شوف هذه الإشارة من الحديث النبوي، يقول كل مولود ولد على الفطرة، الفطرة السليمة، أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. شو يعني؟ النبي لما يبعث من الله لا يخلق العقل النبي والفطرة، ما بيخلقها، لا لا، هي موجودة ولكن مدفونة من خلال التراكمات الاجتماعية. النبي شو بيعمل؟ يزيل هذا التراب عن هذه الفطرة، عن هذا العقل. نحن نعلم، كلنا، كل بشر يعلم أن الصنم لا يخلق، أن الصنم هذا الحجر لا يدبر الأمور، لا يدبر الأمور. طيب هؤلاء الناس اللي كانوا على زمن الأنبياء كيف وصلوا إلى هذه المرحلة، إلى أن يقول أنت ربنا مثلا، أنت إلهنا دون الله؟ كيف وصلوا لهذا الأمر؟ من خلال المجتمع اللي تربوا فيه. لذلك الإمام علي يقول بنهج البلاغة: مهمة الأنبياء ما هي؟ حياك الله حاج، الله يطول عمرك. مهمة الأنبياء ما هي؟ يقول إمامنا أمير المؤمنين: فواتر إليهم أنبياءه ليستخرجوا دفائن العقول. يعني العقل موجود أو مو موجود؟ موجود ولكن مدفون. النبي شو بيعمل؟ يزيل التراب عن هذا الشيء المدفون المخلوق الموجود ولكن مدفون من خلال التراكمات الاجتماعية. لذلك الأب ينبغي أن يلتفت إلى أولاده، تربيته، ينبغي أن يلتفت إلى أصحابه، مع من يتكلم. هذا ابني مو أتركه أنا 20 سنة وبعدين أقول ليش ابني ما يصلي، بنتي أنا لازم التفت، مع من تتكلم، أصدقاؤها من، رفقاؤها من، لأن هاي تتلوث بالبيئة الاجتماعية. إذا أنا ما يهمني ابني مع من جلس، مع من تحدث، قد يكون بس يكبر أنا لا يصلي، يصير يشرب غير أمور محرمة، يشرب مخدرات، وبعدين أنا أقول لماذا ابني صار هكذا؟ الزارع لما يزرع يحط الشجرة بالأرض، إذا طلعت معوجة في بداية الأمر ماذا يفعل؟ يخلي لها خشبة بجنبها ويربطها حتى تطلع جالسة على الصراط المستقيم. أما إذا تركها 20 سنة طالعة مايلة، بعد 20 سنة ما يقول ليش طلعت مايلة. فهذا غلط من الآباء لما بعد 20-25 سنة يقول ابني ليش ما يصلي، ابني ليش مو خوش زلمة، صادقت أنت هو صغير، صاحبته هو صغير. إمام علي يقول صاحبه سبعا، خلي رفيقك سبعا، 7 سنوات، شوفوا مع مين بيقعد، مع مين يتكلم، مع من يصاحب، من هم أصدقائه. وإلا البيئة تؤثر أيها الأحبة، البيئة جدا تؤثر. إذن القرآن حث على العلم، على التعلم، لأنه بالعلم تصل إلى العبادة. مو القرآن يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، مو هيك؟ طيب عبادة، عبادة من؟ عبادة الله. إذا أنا ما عرفت الله كيف أعبد الله؟
يتميز العالم عن الجاهل بهكذا. نبي لما يقول نوم العالم أفضل من عبادة الجاهل، شو يعني؟ ليش يعني؟ لأنه هذا اسمه فلان ابن فلان، لا، لأنه العالم إيمانه وعبادته عن دليل، عندما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، هاي يقولها عن دليل. من المؤسف أن ترى بعض الشباب يقول له ما الدليل على وجود الله؟ لا يعلم. ما الدليل على نبوة الخاتم؟ لا يعلم. ما الدليل على أن القرآن هذا هو الذي أنزل على الخاتم من دون تحريف ولا بحرف ولا بنقطة؟ لا يعلم. ليش؟ مع أنه منشوفه يرى في الأمور الدنيوية وبسافر إلى بلاد حتى يحصل مال. طيب العلم ليش ما تحصل علم؟ مع أنه الإمام علي ماذا يقول؟ إمام المسلمين جميعا، العلم أفضل من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، العلم يزكو على الإنفاق والمال ينقص على الإنفاق. فحتى أوصل للعبادة، لعبادة الله، لابد لي من علم سابقا أعلم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ كان السؤال هيك، حتى ما نطول بالمقدمة، كان السؤال هيك، لماذا القرآن يقرر شيئا نحن نعلمه؟ نقول ليؤكد الفطرة السليمة. وكثير من الآيات هيك، ترى كثير من الآيات هيك. في مثلا أعطيك هذا المثال قبل أن أذكر لك الآية. القرآن يقول عندك واحد، باوع لي أرجوك، عندك واحد دائما يهدي إلى الحق، دائما يهدي إلى الحق، لا يحتاج إلى معلم حتى يدله، دائما يهديك إلى الحق. واحد نعم يهديك إلى الحق بشرط أن يكون على رأسه معلم، أيهما أفضل؟ لا شك أن الأول أفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى؟ لا يهديك إلا أن يهدى. ما لكم كيف تحكمون؟ إمامنا أمير المؤمنين، بالله عليكم اقرأوا التاريخ، هل احتاج إلى أحد بالعلم؟ مو كانت كل الصحابة تقول هذا يقول لولا علي لهلك فلان، وهو كان الذي يقول بأسانيد صحيحة، حتى عند إخواننا المسلمين أن عليا كان يصعد على المنبر ويقول، ابن عبد البر ينقل هذه الرواية صحيحة عنده، سلوني قبل أن تفقدوني فوالله ما سألتموني عن شيء يحدث إلى يوم القيامة إلا حدثتكم به. هذا علي، القرآن يحدث عنه، هو نفس رسول الله صلى الله عليه وآله. القرآن بعض يقول أن فلان قال عنه القرآن إذ يقول لصاحبه لا تحزن، خش على العين وعلى الرأس، لصاحبه لا تحزن، القرآن يقول عن فلان صاحب، وفلان آخر وهو علي بن أبي طالب يقول عنه القرآن هو نفس محمد صلى الله عليه وآله. فإذا كانت الصحوبية لرسول الله لها مقام، فنفس رسول الله أي مقام لها؟ يا وين القرآن ذكر علي بن أبي طالب بأنه نفس رسول الله؟ بصحيح مسلم عند غيرنا، وعندنا أهل البيت، عند مدرسة أهل البيت كذلك. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، ولما إجوا النصارى يحاجون بعيسى بن مريم سلام الله عليه محمد المصطفى، قالوا له هذا هو ربنا، ابن ربنا، ابن الله، قال القرآن إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، مو لأنه من دون أب فهو يكون ابن الله، لا، يكون آدم ابن الله من باب أولى. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، إلى أن يقول القرآن فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، بصحيح مسلم، أبناءنا وأبناءكم الحسن والحسين،
ونساءنا ونساءكم، مع أنه ابن النبي إبراهيم كان موجود ولكن ما جاب النبي معه، جاب أخرج فقط أربعة، أبناءنا وأبناءكم الحسن والحسين. زوجات النبي كانت موجودات، ما أخرج إلا الزهراء، وعبر عنها القرآن بنسائنا. طيب بعد من؟ وأنفسنا وأنفسكم. صحيح مسلم، ابن كثير من المفسرين عند العامة والخاصة، وهو علي بن أبي طالب سلام الله عليه. القرآن عبر عن علي، يقول لك لماذا القرآن لم يذكر عليا بالاسم، ولم يذكر عليا بالاسم على راسي وعين، هاي لحكمة إن شاء الله نبينها غدا، ولكن جاء بوصف هو أعظم من اسم علي بإجماع المفسرين سنة وشيعة، وهو أن علي نفس رسول الله محمد لذكره الصلوات. ألم يقل رسول الله باب فاطمة بابي وحجابها حجابي، وإذا بها بعد رسول الله صلى الله عليه وآله تعصر بين الحائط والباب أيها الأحبة، يكسر ضلعها ويسقط جنينها، عادت اليموت ابوها يجونها، الناس وعلى مصابها يواسونها، تقول ياهي مثل دارها يحرقونها، وعلى دمعة عينها يسطرونها. قامت الدور هي وعلي بن أبي طالب على أبواب الأنصار، أين أنتم يا أنصار رسول الله عن نصرتنا؟ وعدوا الإمام علي، الإمام علي قال علامة الصدق أن تأتوا إلينا محلقين الرؤوس، داروا هو والزهراء على البيوت، بيوت الأنصار، ثلاثة أيام، كل يوم يأتي إلى علي بن أبي طالب أربعة أشخاص فقط. قمت دق الباب يم باب يم باب، بلكت ينطفض لحقوق طلاب، بوية صافوا بينهم واصبحوا أحبايا، بس أنا وعلي ظلينا أجناب. ثم تخاطب عليها يا حامل حبا ويا داحي البايب، ويا شتال ابن ود بيوم لحزايب، والزهرة يا علي تسمع منها العتايب، ترضى يا حيدر شنهي الأسباب لاذت وعصروها، يا ورا الباب كسرة وضلعها، ومحسن انصاب تقول لألوجا من ألم صدري، أنا وبدي لازم ضلوعي، المحسن سقط من عندي، وتدري المحسن دموعي، وانت يصير ما تقعد يا حيدر ترد روعي، دمي يسيل من صدري ودمعي على الوجه يجري، وانت يصير ما تدري يا علي، خصك الله بالعلم دون الأصحاب، وصرت تعلم بالذي يحضر وغاب، يصير ما تدرش جرب عتبة الباب، أخبرك محسين سقاط بعتابها، أما لسان حال زينب
بويا عباية أمي عندي بيها ريحة نار. مرحومة هاي الدمعة وأنت في حضرة العباس. بويا أنا عباية من أمي عندي بيها ريحة نار وبيها ثار دم ونبتة المزمار وكم مرة وقعت عالقاع بيها اخبار يا علي. الله أكبر. ايش هالكلام يا زينب؟ قل له عندي هاي العباية الأمي عندي نار بيها وآثار المسمار بيها وآثار الغبار بيها. هذا يذكرنا بشيء. زينب احتفظت بعباية أمها الزهراء، هم زينب احتفظت بعباية أخرى، ولكن عباية صغيرة لما جاءت لهذا المكان عند الحسين يوم الأربعين طلعت هاي العباية الصغيرة. منو هاي العباية؟ قالت اسمع هاي الأبيات، تدري هاي العباية لمنو؟ قالت يا خويا هذه هدومها وذن النياشين. الله الله، هذه هدومها وذن النياشين وهاي أثارهم بالصاب الثاب للحين. خويا حسين خويا وغير سطراتهم للعين، هيج عداك كانوا خويا قاسين ورقية صغيرة ما تحمل يا الحسين. هاي عباية السيدة رقية سلام الله عليها الوحيدة الغريبة بالشام. ما تقدر رقية تنام بالليل بس تنام تطاول هالخيل من تدوس يا خويا بجزوم المجاتيل. هي على قبر الحسين زينب يوم الأربعين، لتنام لتنايام بالقبر يا خوي لتنايام، اقعد انا جيتك من الشام. لو ينكشف يا حسين قبرك انا في كل حد واتمدد بجنبك. يا ليت يا ليت عمري يروح دون عمرك، لو كان القبر إلى باب لطب يمك وسمعك ذاك العتاب، ونام بجنبك يا خي على التراب. قامت من على قبر أبي عبد الله، جاءت إلى قبر أبي الفضل العباس كافلها. خويا وعتبة وعتبة ونين الساكن البيد. صعبة هاي، معذرة مولاي أبا الفضل. وعتبة الشمر ترضي عتبية وعتبة أن يردى صلى أبو فاضل. وعتبة يا وعتبة وقل لي الأخ لحق علي وقل لك عدي وشوف صار بي. كلنا بصوت واحد أبيات الدعاء الختام. عباس يا عيوني يا يا ترضى يضير بو ما شاء الله وللشايام يسبوني عندك يا ابو فاضل يا خويا اشتكي حالي حرمة بلا يا الله والي والشمر يبرالي خويا واللي سوق ناقدي
زجور بعد عينك عباس يا عيون ترضى يضير. سجلها هاي الصرخة أبو فاضل وللشام يهدو إلهنا بكفي أبي الفضل إلهنا بعمة صاحب الزمان يا الله ارفع يديك أنت بحضرة العباس. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا الله 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 عجل لولي أمرك الفرج والنصر والعافية أنجز له ما وعدته يا رب العالمين هب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره وامن علينا برضاه يا الله يا الله يا الله جميعا الأمان الأمان يا صاحب الزمان الأمان اللهم فرج عن شيعة لبنان بمحمد وآل محمد انصرهم على أعدائهم رد كيد أعدائهم إلى نحورهم يا الله يا الله يا الله من كان في مجلسنا هذا طالب حاجة اللهم بالزهراء اقضي حاجته شافي وعافي مريضا من أوصاني وأوصاكم بالدعاء إلى أرواح الشهداء إلى أرواح العلماء من مات على الإيمان لقضاء الحوائج شفاء المرضى رحم الله من قرأ المباركة الفاتحة مسبوقة بالصلاة ثلاثا بأعلى الأصوات الله